شكرا. زوين الجو، زوين وناس عطريفين وناس ناديه بعدا حطها واعره يا رحمه الخليفه. الله يحفظك اخويا، شكرا لك بزاف واللي فرحتينا، ميرسي بزاف لك والله، الله يجازيك بالخير. راكم حاسه بفرحة من قلبي داخل، حاسة أنا محرومة من بنت، ما عنديش بنت، أعطاني الله دي جيم ولاد، ولكن نقدر نقول لكم دنيا بنتي وبنت بنتي. الله يحفظك، شكرا. وفرحانة أنني حققت لهذا الحلم اللي كانت من ديما كتقولوا خلاص، هادو بناتي اللي عندي بزاف، أنا دائما نتوعد بالبنات، يمكن والدة غير الولاد ولكن دائما شفي أونتوغي باغ لي في. المهم راجلي ما يسمعش هذا لأن كيقول لي زيدي بنيته، صافي دابا راني ولدت دنيا. تحية بعدا الزوجة لمسة. آمين. آه أنا هو اللي في الكواليس. هادشي لا هادشي لا وجد راه هو وليداتي وليداتي وزرزايا وكلشي. بسبب هو اللي مسكين سهر الليالي وكيوجد هو كيمشي الحفل والديكور والدنيا. أنا غير كنعطي الأوامر باش ما راجلي اللي هو جلال راه هذه مدة هو كيوجد، هو ما عارفش، هو ما عارفش بالضبط هذاك. انا قلت بنتي بنتي، هو تفاصيل هو ما عندوش مع لي ريزو سوسيو ولا هذا، قال لي مادام بنتك، اذا قلت ما انا بنتي غادي نخدموا لها، غادي نخدموا لها في عرسها، فهذه مده هو سهران باش ان الحفل يدوز هكذا، هو ووليداتي اللي هما زرزايا. خصنا نشكروا كل واحد نعطيو حقه، زرزايا ضربوا تماره ومازالين غيضربوا تماره، دي دو جوغ هما كيوجدوا، البنات ديالي اللي صابرين حتى هما، والوليدات ديالنا اللي سرباو راهم، ولاد ميزون اش اللي كنشكرهم بزاف، ضربوا حتى هما تماره، بريستيج كاميرا روادي تخيط، المهم دي جي كيسا سوا نجاة ولا الدحماني، المهم كنشكروا كل شيء. او كنشكر دنيا واحساس اللي خلوني نحس بهذا الاحساس هذا. الشرف لينا حنا والله، شكرا لك، بارك الله عليكم، الله يكمل بالخير. شوف انا ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم انا ما كنخدمش بثمن طالع او ما كنخدموش بعدا، كنخدموا، ولكن ملي كنعرف عروسه بصح بصح يتيمه بصح على قد الحال كيما بغات تكون غنخدم لها، ويمكن كاع نزيد من جيبي ما كيهمنيش، وما كنظنش ان هذه المساله هذه ماشي غير انا، باش نكون واضحين، انا كنظن اي نكافه اي نكافه الا كانت بصح ملي كتحس العروسه اليتيمه راه تقاتل معاها. هي هذه يتيمه واون بليس جمعنا بزاف ديال الحوايج، وكنتمنى ان هاد البديره هادي تعمم على كل شيء، والخير ملي كديرو عطي واحد الاحساس كبير كبير كبير، راه ماشي غير كنديرو بوغ لي زوطخ، راه كنديرو حتى لراسنا. نقدر نقول لك انا واحد النعسه غنعسها حلوه هذا النهار، لانني خليت واحد الفرحه كنخدمو الخدمات كبار، ملي كنربحو الملايين حتى هما عندهم واحد الفرحه واحد، ولكن ثقوا بيا ملي كنفرحو عاوتاني المسائل كانوا كنحسو واحد انا تحقق لهم واحد الحلم اللي كان بالنسبه لهم بعيد، راه حتى هذاك فرحه، وربي كعاوتاني كيغطي علينا حوايج اخرين ممكن يوقعوا في حياتنا. الله يجازيكم بخير. انا كنتمناكم كنتبنيتكم كوليداتي، كنتمنوا انكم ما تحشمونيش، وداكشي اللي اتفقنا عليه يتحقق، واننا واحد الصوره واحده اخرى غتولي، وان شاء الله ان شاء الله ربي كبير. وهذه غادي تكون انطلاقه واحده اخرى لهذا الكوبل هذو، كنتمنى نشجعوهم بالجديد بالاغاني بالصوت الجميل، وكنتمنوا احساس نشوفوه في الفكاهه، فوالا لانكم يستحقوا. وهي اليوم طاقم اصوات طاقم توب 24 طاقم فلاش 24.com اصوات. هضر لنا اليوم على السبب ديال المجيء ديالك الى اقليم صفور. اقليم صفور الناس صفور الله يعمرها بالدار، تحياتي لهم وتحياتي للطاقم التقني اللي صاحب من الجوق من المشاهدين من السبيكتر كامل، احسن عز داز الدنيا واحساس، ونتمنى لهم السعاده الدائمه والمحبه الدائمه.
والله يسخرهم. نشاط الدنيا واحساس متبعهم عزاز عليا، الناس محترمين واخا تضحكوا بعضياتهم، المهم بعضياتهم ما تخرجوش بانتقادات العباد الله وكاع مين تعرف دابا ملوك الانستغرام بعاد على السوشيال ميديا. المنتقدين للسوشيال ميديا، السوشيال ميديا ولا عائلتي الثانية. معكم سي محمد الحياني دي جي مدينة فاس. اليوم تنحضروا حفل الزفاف ديال الأخت دنيا وإحساس. ماشي أول مرة تنحضروا هاد الحفلات بحال هكا، دائما تنساهموا تيكون شي واحد اللي محتاج أو شي وحدة كنساهموا حنا بهاد البركة اللي عطانا الله يعني بالخدمة ديالنا، يعني زائد لي بيرسونيل والماتيريال وخلاص والسهر من الأول ديال التالي. كنتمنى ان تكون الحفله راقصكم انتوما وتكونوا انتوما الجريده ديالكم جريده الاصوات ما شاء الله عليكم، انتوما دائما حاضرين في المناسبات والحفلات. كنتلاقاو السي عزيز والاخوان جميعا. معكم دي جي نجاة تازي من مدينه فاس. جينا حضرنا هذا النهار ولبينا الدعوه ديال دنيا واحساس باش نحضروا الزفاف ديالهم. دازت سهره زوينه وكنتمنى لهم السعاده. وبالنسبة للانتقادات اللي سمعنا بزاف، شغنقول لك؟ كنقول واحد المثل كلشي تتعلق مكراعة، هادشي اللي كاين ياك سي الحياني. التفاعل تبارك الله كان كلشي نشاط، دازت السهرة غزالة تبارك الله، وكنتمنى لهم حياة سعيدة إن شاء الله وبالتوفيق في حياتهم. شكرا لجريدة الأصوات اللي كتواكب الحدث دائما، وتحية السي عزيز بخصوص السي عزيز جريدة الأصوات ياك سي ديالنا الصفراء اللي كيكون دائما حاضر معنا تبارك الله. الله ماشي غريب على مدينة فاس، تفاس تبارك الله عليه. تحية لكل دي جي مدينة صفراء مصطفى هشام كاع لي دي جي وكاع قطاع الحفلات. تحياتي لجميع المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. نقدم لكم راسي، معكم محمد الوكيلي نجم الدبكه اللبنانيه بمدينه فاس، ارتيست بشتغل في افراح ومناسبات جميع المهرجانات والافراح. اتمنى ان شاء الله نكون خفيف على حظهم ديالكم، واتمنى ان شاء الله التوفيق جميع المغاربه. ومرحبا، وهذا شرف كله الي. مرحبا. اليوم جيت نفرح بسيدي محمد احساس ولالا دنيا، حيث اصدقاء ديالي كيتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي وجيت نخدم ليهم. هذا لي شرف نفرح بهم ونطلع بهم ونبين لهم لي سواغي ديالهم زوينه. مرحبا والف مرحبا. هيا لالا وهنيا لها شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.